كل واحد منكم رجال عارف مكانه زين. انا عاوز الحراسه تحاوط الجبل طول الليل من غير اي حد ما يحس بيكم، فاهمين يا رجاله؟ فاهمين. وبعدين يا نادي زرالكم ايه يا علي حسان؟ لو انت تعالكم معانا ولا ايه؟ صبرك همام، هتعرف كل حاجه دلوقتي. مناع قصر الكلام يا همام وقطع فرطه. انت تطلع كام نفر حراسه لحدود الجبل من نواحيكم؟ مش عايزين حد يدخل وسطنا. اغراب زي اللي انت دخلتهم يا همام. اغراب ايه؟ مفيش اغراب ولا حاجه. ده واحد صاحبي من الخواجات، ولو عايز تعرف جاي لي ليه اقول انا ما يهمنيش. جايب لي قنابل. قنابل ممكن تهدي النجع باللي فيه. قنابل؟ اهو ده اللي كان ناقصنا هو كمان. اسمع يا همام، همنا بيننا وبين بعضنا مقدور عليه، لكن لما الهم ده يجينا من بره هيبقى خطر وهيحطه فوق راسنا كلنا. خطر ايه اللي محوطنا ده؟ الحكومه بتفتش نواحي الارض الجديده، بدهم يعطروا على اي دليل يوصلهم لغايه هنا، افهم؟ ولو الحكومه عرفت ان في حشيش ممكن يتزرع هنا هتلاقي الطيارات فوق راسنا والجيش هينزل يحوطنا من كل ناحيه وهنروح بداهيه كلنا، افهمت؟ جيش؟ طب والعمل ايه دلوقتي؟ احنا نبني عشش وخيام في ارض جديده ونقعد هناك. كم بيت من عندنا وكم بيت من عندكم هيفتكروا دي نهايه المطاف، والحكومه لما توصل لحد هناك يقطعوا العشم يخشوا في الصحراء ويوصلوا لجبل العين. فكره زينه يا مناع، انا معاك يا كبير في اللي بتقوله. وادي يدك، حطها في يدك. اللي بيني وبينك يا همام كبير، أكبر بكثير من أن أحط يدي في يدك. يلا رجال أعملوا لكم هم، حملوا البوص ده بسرعة. ودي هناك وانت حط هنا. يلا رجال أعملوا لكم هم واسمعوني كلكم. ده المطرح اللي هتعيشوا فيه لحد ما نجمع الحشيش. يا رئيس بغوري بقول لك، مش ممكن يصبوا علينا قبل ما نودوا حاجاتنا هناك؟ طمن يا شوقي، ناجي ومناع قاعدين عند المقاول ومش هيخلوا حد يتعتع من مكانه الا لما نخلص. يعني الليله لازم نبيته في البيوت دي كاننا عايشين العمر كله هنا. سيد شوقي خد الحبال دي هاتهم للحريم يعملوا بيها حبال غسيل ينشروا عليها خلقاتهم. عايز اي حد يطب هنا يعرف ان احنا عايشين هنا من زمان. سبحان الله، كل البيوت دي اتنصبت في يوم واحد. بقول لك ايه يا ابوي، شكل مناع مش هيعرف يطلع حد من الارض بعد الغمه دي ما تنزاح. جت للبندريه على الطبطاب ومش هيطلعوا منها ولا بالطبل البلدي. وبكره العشر بيوت بتوعهم يبقوا 20 ويقولوا دي ارضنا بوضع اليد. معاك حق يا شاهين، عشان كده لازم نحذر مناع، وإلا الأيام اللي جاية هتبقى أيام كحلة. يلا يا رجالة هموا شوية بالوكل خلي الناس تتغدى. ربنا يكرمك يا مناع بيه. مناع بيه متوصى بيكوا في اللحمة قوي. طالما مالك توكل فيهم ما ينفعوا ابدا ولا يخلصوا شغل. لا حب على قدكم، انا عايز البيوت دي تخلص قبل الشتاء اللي جاي. احنا فين والشتاء فين؟ مش حكايه مباني وبس يا باش محاسب، في تشطيب محاره وسباكه واللازم منه. انت خاف ليه كده من الشتاء يا مناع بيه؟ ابدا، عايز امن اهلي وناسي، اعمل لهم حاجه، ابني لهم بيت من الخرسانه والطوب. الا بالحق فين اهلك دي؟ انا بقالي كتير ما شفتش حد منهم. بتسأل ليه يا باشمهندس؟ عايز اشوف العيلة اللي ليها راجل زيك عاتل همهم وبيسعى لصالحهم. ما هو لولاهم برضك ما كناش عمرنا الارض دي وزرعناها وجالنا خير وكلنا وبعناه وكسبنا والحمد لله. يعني هم قاعدين هنا في العزبة؟ بعيد على حدود ارضي مع الصحراء. وبقول لك ايه يا باشمحاسب، احنا طبعا صعايدة، يعني ما ينفعش حد من الناس اللي شغالين معاك يعتبوا ناحية الأرض. بيوت عندينا ليها حرمة، ولا إيه يا باشمحاسب؟
في دي عندك حق يا مناع بيه. معناته ايه الحديد ده يا سنيور؟ يعني اتضحك عليا؟ اشتريت شوية حديد بالالوف دي كلها؟ مش انت بس اللي انضحك عليك، انت والغبي اللي اسمه ستيف، والدليل اهو دي المفروض انها قنبلة، أول ما بتنزع الفتيل كده اهو وترميها حاسب 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 يا سنيور، هتفرجع فينا وتموتنا. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ القنبلة القنبلة في شنك. ما قلت لك حتة حديد خردة في شنك بتطلع دخان وبتنفجرش. اكده؟ اكده يا ستيف؟ تضحك علي انا؟ يمين بالله ما مهملك غير لما ترجع لي فلوسي، يمين بالله يا ستيف ما مهملك غير لما اقتلك. انا كمان اضحك عليا زيك بالظبط، بس اطمن انا مش هسيبهم. مش هتسيبهم، انا اللي مش هسيبك يا ستيف غير لما اقتلك، لا ترجع لي فلوسي. بس بقى ولا انت ولا هو هتعرفوا تعملوا حاجه، لانكم اتعاملتوا مع تجار سلاح نصابين. برضك مش هامله، هو اللي خد فلوسي وهو الملزوم يجيبها لي، هو اللي اختارهم. كان ممكن ما تعرفش، انا اللي عرفت المصيبه دي وجيت بسرعه احذرك. وسع عندك حق، عندك حق يا سنيور، كان ممكن ادخل معركه كيف اللي فاتت ورجالتي يجوا يرموا القنابل ما تفرقعش، واتجت له فطيسك ده، اتجت له فطيس. عشان كده عايزك تهدى وتطمن ان احنا بنحميك، بس لازم تسمع كلامنا كويس قوي. تاني تاني يا سنيور، عايز نسمع كلامك تاني؟ لا، انت المره دي اللي هتسمع كلام انا. انا همام البندار يا سنيور، كبير عيلتي. دلوقتي بقى مفيش حاجه اسمها عيله حسان وعيله البنداري، النجع كله بقى عيله واحده وفيها ملك واحد بس هو مناع، وانت هتبقى الوزير بتاعه. يعني ايه؟ يعني مناع هيبقى ملك الناجح، ملك عليا وعلى عيلتي غصب عننا. يا ريت تعرف تعمل اللي هو بيعمله ده، يبقى يوم المنى على الاقل نخلص منه ونحطك ملك بداله. ده تعبنا قوي عبال ما رجعناه يزرع الحشيش من تاني. راح وين بس؟ راح وين؟ حته دفتر اسود كد كده، ايه عفريت بلعه؟ واحنا هنعرفه منين بس يا ولدي؟ ابوك هو اللي كان بيدس كل حاجه بنفسه ويعرف مكانها. اه افتكرت، ابويا كان بيدسه في صندوق الفلوس اللي اتسرق. صندوق الفلوس؟ اه، من يوم ما سرقت الفلوس ما حدش لمسه. يخرب بيت ابونا واللي جابنا، يعني اتسرق مع الفلوس؟ اتسرق. الحمد لله لقيته، عقلي كان حشت. ليه؟ هو مهم قوي كده؟ كاتب فيه كل تفاصيل الخلطه، صعب افتكرها بعد السنين دي كلها. لو البندريه عرفوا كده كانوا خدوه هملوا الفلوس. الخواجه بني كان جايب لنا واحد من كولومبيا يعلم واحد من امريكا الجنوبيه يا هبله يعلمنا الخلطه، وانا كتبت كل حاجه وراه. كاني كنت عامل حساب اليوم ده. ما بلاها يا ولد، زرعت الندامه دي اللي هتجيب لنا الخوف ووجع القلب. مش بخاطري يما، مش بخاطري، انا مجبور من الخواجات، ولو ما طلعتهمش هيبلغوا ضد الحكومه، وكل اللي عملته طول عمري هيتهد في ثواني. يعني ايه يا مناع؟ تقعد طول عمرك متهدد كده؟ طول ما هم محتاجين لي ما هيقدروش يعملوا حاجه، وبامر الله هيجي اليوم اللي اخلص منهم ومن ابوهم. اعمل ايه؟ ما قدرش اتحامى في الحكومه. ان شاء الله يا ولدي ربنا هينصرك عليهم. هي دي بقى عيلتك يا مناع؟ ولا حركه، اوعى تضرب مكانك، اوعى تضرب، ما تضربش. بتبصص على النسوان؟ انت مش عارف انا مين؟ مين يعني؟ انا المحاسب بتاع المقاول. محاسب؟ اه والله العظيم. يا مرة انت هتبص علينا. اقفل خشمك منك ليه؟ خلاص فيها شايل. لقيت واقف بيتجسس علينا من غاية ابوي. الراجل قليل الحياة ده كان متداري وسط الدرع هيبص علينا. خلاص يا نفيسة روحي، ادخل يا حرمة منك ليه؟ لا ابدا والله يا حاج، الموضوع ما فيه ان انا كنت بدور على حاجه كلها، ومش قصدي حتى اسالوا من نعبي صاحب العزبه، هو وبكري عارفين ان ما باكلش اللحمه بضاني مع العمال. تقوم تقعد مطرحك وتطلب اللي انت عايزه واحنا نجيبه لك، اللي انت عملته ده عيب. ونعرف منين بس ان في ستات وناس هنا يعني؟ سالت من نعبي وقال لك انه مقعد عيلته في اخر الارض، تقوم تجرب نواحينا؟ قلت حياه. الجوع الجوع يا ابن عمي، قلت اتسلى وادور في الارض،
يمكن الاقي بطيخه شويه كنتالوب. خلاص شايل. ايوه يا ابوي. رجعه مطرحه ونبه على المجاول بتاعه، اي نفر من الانفار هيجرب نواحينا هنقتله وندفنه في الارض. حاضر يا ابوي. قدامي واحمد ربنا انك راجع على رجليك. الغريب اعمى ولو كان بصير، وانا ليا عذري. مالكش عذر تمشي في الغيط من غير ما يكون معك حد من العيله. عندك حق، انا ما هقول لكم ما عادتش تتكرر. خلاص الحمد لله ان هي جت على كدك ده. اهدى اهدى، اياك تتكرر منك تاني او من حد غيرك. اوعدكم انها مش هتتكرر. انتوا ناس طيبين وفي حالكم، كل حلمكم ان انتوا تبنوا بيوت لامكم، وده حقكم ومن حقكم نخلص لكم البيوت دي بسرعه. تقرير واقف يا حضره الضابط، واضح انك بذلت مجهود كبير. الحقيقه يا فندم انا عاشرتهم وشفت بيوتهم وتاكدت انهم ناس شرفة ومكافحين، ومنعه هو املهم في حياه كريمه. انت فحصت اراضيهم كلها؟ واثق انهم ما بيزرعوش اي حاجه مخالفه ولا سبق لهم زراعه اي مخدرات. انا فحصت التربه دي كويس، واضح انها ارض بكر وكلفت مناع كتير لحد ما خلاها تدي محصول كويس. انا شايف اصالات وفواتير للتجار، هم دول اللي اشتروا المحصول. وفي عند ستك الكميات والاسعار. اعتقد ان الناس بتشقى عشان تطلع من الارض محصول بالكميه دي، لازم يكونوا ناس كويسين وطيبين. عموما يا حضره الضابط انا كده ارتحت، مع السلامه. تمام يا فندم. واجب اطمن الاستاذ توفيق على جوز بنته. الو، وانا في ايدي ايه اعمله يا حبيبي؟ لما يرجع بابا اقول له ما يسافرش تاني. هقول لو قال هيسافر تاني انا وتوفيق هنضرب الخيط لما يحر. ربنا يجيبه بالسلامه. حسان يا توفيق. جدو جه جدو جه جدو جه جدو. كيفك يا توفيق يا عفريت؟ اهلا اهلا اهلا. معقول وحشتوني قوي؟ معقول يا بابا تسيبوني في الظروف اللي انا فيها دي؟ ما هنش علينا نسيبك، معلش يا بنتي انا غلطان. لا ابدا يا حبيبي، انت عمرك ما تبقى غلطان. ازيك يا ماما؟ وحشتيني. ازيك يا حبيبتي؟ انا عارف يا نور كان علينا بايه من ده كله. خلاص بقى عليا، قعدنا كام يوم في بيتنا ورجعنا تاني، ايه المشكله؟ ما تقول لبنتك حاجه وتطمنها على جوزها بدل ما شككتها فيه، ولا هو كله عنده وخلاص. في ايه يا بابا؟ مناع ماله؟ حصل ايه؟ زي الفل يا بنتي زي الفل. كان في شويه حاجات كده قلقين من ناحيته، لكن خلاص اطمنت وهطمنك على كل حاجه. غياب الضابط اللي عامل نفسه محاسب ده مش مريح قلبي، خايف اسال عنه الشك يدخل قلب المجاول. يمكن الرعب اللي شافه مننا خلاه يحرم يهوب يمه الارض كلها. وجايز ما يكونش ضابط ولا حاجه، ولما خاف على عمره طفش. لا لو كان كلامك صح كان جاب سيرته او حتى عتبني، لكن ده بيتعمد يهرب من سيرته قدامي. على اي حال احنا نعمل احتياطنا ونريح بالنا. الشاي اهو، انا ادخل اقعد مع نسمه شويه، ولما تاجي ماشي نادم علي. ادخلي بس ياكي ما تناميش جوه. ولا تنام هيحصل ايه يعني؟ هي غريبه. خلينا في المهم، انا عايز اعوز على شهاج، عندي مشاغل كتيره هناك. توكل انت على الله، واحنا مش هنخلي مخلوق يهوب ناحيه النجع كله. يعني معيش حد يعرف ان في حد عايش ورا الجبل من اساسه. لو كان الجدع المحاسب ده تبع الحكومة صح، يبقى لازم تستنى وسطينا لحد ما نعرف هو غار على وين. خايف يكون الطريق مترقب من الحكومة واحنا مش دريانين. واللي مخوفنا اكتر اني طالب سلاح من المحروق اللي اسمه بني ده، وما عرفش هيجيبه منيته ومن انهي طريق. وكتاب الله من بيحبك وموت فيكي وما طلقش مرته الا لما عرف انك اتطلقتي. وايه الفايدة؟ وفاكر يعني ان مناع ولا عم ناجي هيقبلوا يتجوزونا البعض؟ وليه لا؟ بكره نفوس الصافه ما دام بقينا كلنا بمركب واحد ومصلحه واحده. على رايك اللي يخلي مناع يزرع الحشيش من تاني يخليه يوافق على اي حاجه بعد كده. عيني العقل اهو قد التفكير. بس لو الناجي كله وافق انا ما اقدرش اتجوزه، ما اقدرش اخد راجل من على مرته وعياله حتى لو عشت من غير جواز طول عمري. يعني ايه؟ اقول له ما فيش فايده؟ لا، قولي لي رد مراته يا زينة. مراته وعياله أولى بيه، ربنا ما يجعلنا من خرابين البيوت. على كده مش هتفجي على الكلام اللي بعتهولك معايا. كلام ايه؟ هو في بينا كلام؟ واضح ان كان في زمان انه قال لي نفسه يشوفك في نفس المكان اللي كنت بتقابلي فيه، وده ملوش غير معنى واحد، ان الكلام اللي اتقال عليكم صح.
كلامي يا اختي، قطع لساني اللي يقول عني كلمة عفشة. قولي لاخوك يبعد عني يا زينة، يمين بالله لاقول لاخويا مناع على العمايل السودا دي. واه حقك عليها بنت الناس، انا بلغتك الرسالة وعقلك في راسك تعرفي خلاصك. مع السلامة يا اختي، وما عدتيش تاجي بكلامك الماسخ ده. الاختشوا ماتوا. اللي ناقصه حاجة يا رجالة يتكلم، الوكل كتير وخربنا كتير. واللي رجالتك يشدوا حيلهم يا ريس، عايزين نخلصوا من هم المباني دي. اطمن الرئيس ناجي، كلها يومين ثلاثة وكل حاجة تخلص إن شاء الله. أمال فين المحاسب اللي كان بيتنطط زي الكرة الكفر؟ والله اديته حسابه وزعطته. زعطته ولا هو اللي مشى من روحه؟ والله يخاف على نفسه لما قرايبك زبطوه اتجسس عليهم في الدرة. آه قالوا لي، وانا جيت النهارده عشان اسم بدنه بكلمتين واعرف ان البيوت لها حرمه. الله يحقك عليا، هو غريب. غريب ومن تاني غربه في رجالتك؟ ولا مطمن لهم كلهم؟ لا رجالتي زنين ومفيش حد غريب ان شاء الله. واحنا كمان نعرف الاصول وزنين، والاصول بتقول ان اول مره تحذير ولو اتكررت هيبقى فيها قتل. حظ الله بيننا ما بين بيوتكم، احنا شغلنا نخلص ونتكل على الله. عجبتني، وادي بقيت حسابك اها عشان تكمل شغلك معانا وانت مطمن ونفسك راضيه. راضي ان شاء الله. عم ناجي لو في مصلحه ابقى شيع له. حاضر يا ولد اخوي. بارك الله فيك، شدوا حيلكم احسن بكتير. يلا يا رجاله ان شاء الله. سلام، مع السلامه. واتكل زرزور، انا ناجي. حبيبتي وحشتيني 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 قوي، وحشتيني قوي قوي قوي. كده يا همام، انا غلطانه اني جيت لك. ليه تقولي كده؟ طب ده حتى جيت قبل منك، بس كنت براقب المكان لا يكون حد شايفنا ولا حاجه. ما تخافش، انا واعيه زين، انا مش ناقصه حد يتكلم عني تاني. ينقطع لساني اي نفر يقول كلمه عنك يا بنت حسان. ده انا عمري في حياتي ما شفت اشرف ولا اطهر منك. علشان جديد هجمت عليا، كاني واحدة رخيصة ملهاش كرامة. واه مين قالك ده؟ طب ده اللي انت ما تعرفوش يا نسمة، ان كرامتك عندي اعز واغلى من كرامتي. لو كلامك صح كنت صنت حرمتي. حاولت يا نسمة، حاولت لكن ما قدرتش، ما قدرتش اشوفك في حضن راجل تاني يا نسمة. انا طول عمري عارف ان انت ملك لوحدي، والدليل على كلامي ده ان ربنا حفظك ليا. وانا ربنا حفظني ونسيك انت؟ كفاية ان ربنا حفظ قلبي وما دخلتوش واحدة غيرك. يا فرحتي بقلبك، معود لي وفضي لك عيلين والتالت في السكة في بطن جميلة. ويه يعني؟ هتجوزك وخلف منك اثنين وثلاثة وعشرة كمان، هنغلب في وكلهم ولا هنغلب في شربهم؟ وبعدين عيالك هيكونوا الأقرب لقلبي، عارفة ليه؟ عشان منك انت. ما تحلمش، مفيش حد عندنا هيوافق، لأخوي مناع ولا عمي ناجي. يا حبيبتي أنا عشان خاطرك أعمل خدي مداس المناع وأتنزله عن كبرنيت الناجع كمان، وأكون أول واحد يطيع أوامره. خلاص منك ليهم تصطفوا، بس خد بالك مناع أخويا أهون بكثير من عمي ناجي، وعايزاك لما تشوف أخوي
تبقى تقول له على العشره اللي كانت بينكم علشان قلبه يحن ويوافق. يا نسمه يا حبيبه قلبي، انا المهم عندي رضاك انت، وان كان على مناع حملي علي. مالكيش انت صالح، انا اعرف كيف اقنعه. انا رضاي من رضا اخوي وما عنديش كلام تاني. رايحه فين يا خلع قلبي؟ هروح، انا مش ناقصه حد يوعالي والدنيا تخرب. طب ما فيش تصبيرك دي على ما اشوفك تاني؟ اختش يا همام، بطل قلة حي. انا قصدي يعني ياخد منك معاد تاني. لا انت مالكش امان، انا خاف على نفسي منك. خاف على نفسك مني؟ ده انا افديك براحي يا نسمة قلبي. بس وانا مش ناقصه حديد من اي مخلوق. ما حدش يقدر يتكلم عنك كلمه واحده. تعالي تعالي يا حبيبه قلبي، تعالي. على مهلك على مهلك، كل يوم نسمة انا هستناك هنا. اركبي. انت حر، عايز تستنى استنى، بس انا ما بجيش الا مره واحده في الاسبوع. اركب يا حبيبتي. منين ما تيجي هتلاقيني مستنيكي يا نسمة قلبي، يا نسمة روحي. تعالي يا نسمة هوصلك للوادي. وصلني. يلا. السلاح دي لا يمكن يدخل لعيلة حسان حتى لو عايطير فيها رجال. لا إله إلا الله، دي الحديث الماسخ ده؟ ما بقيش إلا أنت يا شوقي عشان تتكلم نيابة عن البندرية. مدام كبرنا مش موجود، أي راجل من العيلة يدافع عن حقه. هو كان حدد أسلكم على طرف، افهموني كلكم، السلاح ده مش للقتل، السلاح ده عشان نحس بالأمان ونحمي نفسنا من الغدر والغدرين. وأنا بالنيابة عن العبايدة كلهم بقول إن السلاح ده مش هيدخل النشا إلا إذا توزع علينا واحد بواحد. السلاح قدامكم أهو، واللي يقدر على ثمنه يشتريه. وعيل لي الحديد ولا لا؟ السلاح ده سلاحنا وجايلنا مخصوص ودافعين حقه بالمليم. وكتاب الله ما يكون، السلاح ده يتقسم علينا يا أطلع برا النجا. يا بندرية هتفوتوا عيلة حسان تشتري سلاح تحطه على رقابكم؟ يا إخوانا مش معقولة الفوضى اللي أنتوا فيها دي. المفروض العائلات كلها تجتمع وتحدد ايه هم اللي عايزينه في هدوء وبعقل. وهي عاد فيها عدل. يسمعوني كلكم وما عايزين شرط كتير. هم كلمتين هنقولهم ويبقى جزره وقطمها جحش. السلاح ده انا اللي طالبه وطالبه ليكم كلكم عشان تحموا بيه زرعتكم، مش عشان تقتلوا بيه بعض. يتقسم بالعدل منه. يا اخوانا السلاح ده جاي للنجع كله ومش هيتفرق الا في ساعه الخطر بس، ويرجع يفلم تاني. بس السلاح ده لازم يكون تحت امر راجل واحد، لازم تجتمعوا وتختاروا مين هو الراجل ده. موافقين؟ موافقين. يلا اتفضلوا. كبرنا يا شوقي، استعجلوا من عند الجبل. لا اياك تقعد هنا، ده مكان اخوي حسان كبير النجع. انا اسف، مش قصدي يا رجاله، مش قصدي. اقعد يا خواجه مع البندريه لحد ما همام يجي. ما تقولوا لنا جمعنا ليه ولا احنا مواشي؟ قول الجدع بيبطل تصوير، سيب المدعوك اللي في يدك دي. اصبر بس يا عم لحد ما همام يجي عشان الكلام يخلص مره واحده. اهو جاهو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. حبيبي كيف تغويش الرجاله؟ حبيبي صاحبي اقعد اقعد. تفضل يا عمي. دلوقتي اسمعوني كلكم، انا شايف ثلاث كراسي في الوسط كده، مش عارف دول بتوع مين. ده بتاع مين؟ حسان الله يرحمه. وده بتاع مين؟ بندار الله يرحمه. وده بتاع مين؟ عباد الله يرحمه. يعني كلهم ماتوا ومن ساعتها ما اجتمعتوش في المكان ده. ده لأن عيلة حسان سابت زراعة الحشيش، ومن ساعتها مش لاقيين حاجة يتفقوا عليها معاكم. كلام زين، لكن هما دلوك رجعوا لأصلهم. رجعوا لأصلهم بس مش هنرجع زي زمان.
احنا هنشيل الكرسي ده وهنشيل الكرسي ده، هيفضل كرسي واحد اللي هيقعد عليه هو اللي هيراعي مصالح النجع كله بدون تفرقة، وهيبقى هو ملك النجع. ومين اللي هيبدي عينه على العلم؟ اللي هتختاروه هو اللي هيبقى ملك النجع. مفيش حد ينفع للكرسي ده غير واحد من الاثنين، يا اما مناع يا اما همام، صح؟ صح. وكل عيلة تختار واحد منها ونعودوا نختلفوا تاني؟ ايه هو ده؟ وايه رايكم؟ ان انا بنفسي اختار مناع يكون كبيرنا، يكون ملك الناجع كله. بس بطل حديث، كلنا عارفين قيمة مناع، هو الوحيد اللي بيعرف يطبخ الطبخة ويبيع الحشيش، وفوق ده وده عقله صاحي وواعي ومتعلم وحقاني. الساعة دي يا مناع هتكون انت كبيرنا وملك الجبل. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. يعيش مناع ملك الناجع. أول آن بشكر صاحبي همام اللي فضلني عن روحه، وتاني هام لازم نصفي النفوس، وقبل ما ابقى كبيركم كلكم ونبقى عيلة واحدة لازم اجيب حق المظلوم. سيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. صدق الله العظيم، تقتضيها يا كبيرنا كلنا. اقصد ان العبايد راح منهم 25 نفس غدر من البندرية، وانا حكمت على البندرية ونيابة عنهم همام يدفعوا 1,000,000 جنيه دية، ده إذا سمحوا العبايدة وجيب له الدية ويستسمحوا. وأنا نيابة عن العبايدة بقول إننا موافقين على حكمك يا كبير الناس. يا قولك يا صاحبي، أطرد بحكمي ولا بلاش منها القبرانية من أساس، وتفضل كل عيلة على حالها، نفوسها طفح المرار وشايلة الطار. طالما نتصالح كلنا انا موافق، هدفع الدية وانا قدامكم كلكم بقول للعبايدة انا ما احقق لكم والمسامح كريم. ولد ابوك يا صاحبي، ولد ابوك. الله اكبر. في ايه يا زرزور ما تتكلم؟ سي مناع بقي ملك النجع. ايوه، وكلهم شايلينه فوق راسهم وبيلفوا به النجع. يعني ايه ملك النجع؟ يعني اشتراه بفلوس وبقى ملكه كمان؟ يعني حاجه كده زي كبير كبرات النجع. ايوه، وكلمته تمشي على الكل، حتى همام كبير البندريه. ايوه، ومحدش يعصاله امر، ملك. وهمام قبل بكده؟ ما عرفش. في الأول عيلته كانت رافضة، لكن هو تنازل لسي مناع وقال أني أول واحد يطيعه، وفرض على عيلته كلها تطيعه قبل منه. وإيه يعني؟ فطول عمري مناع وكلمته كانت بتمشي على همام وعلى أبوه وعمه دياب. لا ياما، ده كان زمان أيام مناع أخويا كان شايلهم في زراعة الحشيش وباعه. ما هو مادام رجعنا نزرع الحشيش من تاني يبقى الكل لازم يطيعه، يعني مش جميلة ولا حاجة. طب إيه قولك اللي سي مناع حكم على همام يدفع 1,000,000 جنيه للعبايدة دية ويستسمحهم كمان؟ همام توقف دي كمان؟ ايه اللي طوعه وحب على راس كبير يا عبايدة. لا كده يبقى الحكاية فيها إنا. لا يا أم، سألين أنا، لا إنا ولا حاجة. حتى همام طول عمره بيحب مناع وبيسمع كلامه من وإحنا صغيرين. استغرب ليه مناع من اللي أنا عملته؟
خبرك زين يا همام، وعارف انك ممكن تتمسكن لو ليك مصلحة عندي، انما توافق كده. شوف يا مناع، الحج ما يختلفش عليه اتنين، وكل اهل النجا عارفين قيمتك زين، واولهم انا وعيلتي. يعني مش هترجع تعرضني تاني يا همام في اي حكم احكمه؟ طيب يا مناع، انا هقولها ليك وقدام كل الرجاله دي، انت الملك يا مناع، وانا اول واحد هيطيعك، بس بشرط يا مناع صون كرامه عيلتي وتخليني الوزير بتاعك، والحكم يكون ليا في غيابك. ايوه اكشف عن اللي في نيتك يا همام، ما انت عارف ان مناع بيسافر لسوهاج وبيغيب هناك لمده طويله، وفي الحاله دي هتقعد انت هنا في النجع تحكم وتتحكم فينا وتبقى انت الكسبان. والله ما النجع كله يبقى عيله واحده انا موافق، شرط ان عم ناجي يوافق على كلمتك في غيابي يا همام. ربنا يبارك لك يا ولدي، هو ده الكلام. ماشي وانا راضي، نقروا الفتحه لك دي. الفتحه يا رجاله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين. امين. اضرب نار يا شوقي، اضرب نار يا شاهين. الحمد لله في لك شمله. مبروك علينا يا رجاله، مبروك. المهم نتقي الله في كل افعالنا، وربنا على الخاين والظالم وابن الحرام، والله المستعان. استاذن يا رجاله، عندي مصالح في سوهاج، والحمد لله هنزل انا واتطمن. واتعود ميتة كبير قبل الحصاد بامر الله. السلام عليكم. يلا عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اضربوا نار يا ود. مع السلامه.